الآن معنا المسافة 100 متر تقريبا 104 ياردة 106 ياردة. نروح نشوف الآن التجميع بالرصاص هذا بسرعة 1200، وما شاء الله تبارك الله في الحمد ذكر الله ما أشوف للأمانة بالدربيل بشكل دقيق، لكن هذا تجميع الانشز 1761 بالرصاص الألماني، 5 طلقات 3 فوق بعض، والدربيل حقيقة ما أشوف فيه بشكل سليم، المغرب أذن طبعا، وثنتين يسار بعض، وزي ما تشوفون غابت الشمس ما شاء الله تبارك الله.